وير من على البعد لتفادي خسائر الإطفاء الكهربائي. من بعد ذلك قامت أيضا قوات الدعم السريع بفصل الكهرباء عن أجهزة السيرفرات. انت ما قبل شوية قلت هم المتحكمين وهم القفلوا، قام داري دخل شركة زين في الموضوع. ليه داري دخل شركة زين في الموضوع؟ انا كلامه ده بقرأ معاكم هنا ومستوعب هو بيعمل في شنو. شركة زين اتورطت انها اتجاوزت مجلس السيادة واتجاوزت وزارة الدفاع وزارة الدفاع واتجاوزت وزارة الاتصالات، وفتحت شركة زين للدعم السريع بدون ما ترجع لمجلس السيادة. هي عملت الحاجة دي شركة زين. شركة زين اخلت بالاتفاق مع 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 حكومة السودان. شركة زين هي اساسا كانت موبيتيل وكان عندها عقد احتكار الموبايل في السودان، فقاموا حولوا اسمها من موبيتيل لشركة زين، باعوها. فلما اتحولت الحكومة السودانية لقت نفس، قامت دخلت شركة MTN ودخلت شركة السوداني بقت موبايل، كانت زمان ارضي وهي صاحبة الكيبل، تمام؟ العملية دي شنو؟ خففت من احتكارية شركة زين للاتصال في السودان. طبعا الموضوع ده مع تعاقد، قلنا حكومة الظل الخفية لحاكم العالم بتفرض عليك شركة اتصالات تدير وتصرف. شركة زين احنا الليلة دارنا حاسبة حنجي نقول لا اخليتي بالعقد بتاعك، العقد ده خلال ده احنا حنعمل بيش شنو؟ حنعمل حاجتين. اي سوداني عنده شركة زين يكسر الشريحة حقته ويتحول لسوداني. حنضغط الحكومة انها تقوم شركة السوداني وتدعمها وتبقى شركة متابعة آخر ما توصل إليه عالم الاتصالات، 5G قمر جي أسطلاي جي أي حاجة بالجي يا صاحبي، ها؟ فهمتني؟ جو أرضا جو، فهمت كيف؟ إحنا مع ولا حنسأل شركة الزين، وعندها عقد احتكاري كلا حنعمل شركة الزين ده حننسفها. حاجة بسيطة تعمل لها هاشتاج شركة الزين تدعم الإرهاب، نقطة عربي انتهى. نعم نقطة عربي انتهى، ولا ندخل فامل للسيادة ولا برهان ولا عقد احتكار. وانا حجيب العقد بتاع شركة زين حقراه وحشوف الخلل بتاعها، لكن انا حوريهم بل ما شافوا، حجيك من حيث لا تحتسب. احنا ما سألين شركة زين، شركة دعم سريع ما فيها 2-3 تجسس ومخابرات على كل تلفونات السودان، ما فيها 2-3 من الموساد الماسكة ده، من الفاتح عروة الماسكة ده، وأقل منه. وهس انت شفته امبارح خالف التعليمات مجلس السيادة وخالف التعليمات القوات المسلحة وفتحت الخطوط بتاعت وغير الشبكات والشرائح الأس منتشرة الما معروفة بتجي من وين حق الزين. احنا اقول لك حاجة، خلي شبكة السوداني دي ترجع، احنا هنشتغل. خليك سوداني وكون سوداني، دعاية مجانية بهاشتاج انك تكون سوداني وخليك سوداني. اي زول يشيل شريحة السوداني زين دي حننسفها من الكوكب، ما في زين تاني. نوريكم كتاب ما شفته قبل كده والله العظيم. احنا مش حنضرب زينه بس، لا حنقوي شركة السوداني لحد ما نفتش لنا بديل، شركة وطنية تخش في موضوع، شركة وطنية سيدة سوداني ابا عن جد، تمام؟ ما عندها اي اتصال دولي، ما عندها اي علاقة بشركة دولية، تيجي تعمل لنا شركة بتاعت تلفونات زين دي تاني حتمرق من الموضوع ده. ما في حاجة اسمها زين لحد ما الحكومة تحل مشكلتها مع زين. احنا حنطلع الهاشتاج ده وخلي الشبكات ترجع والناس تطمئن على اهلها ونرتب الموضوع، والشبكة السوداني دي تكون مقرها ومفاتيحها كلها قاعدة في بورسودان وحسي شغالين على الحاجة دي. تاني ما في دعامة بيك في النت في السودان. بعد ما نرتب الحاجة دي وشركة السوداني تعلن انها استغرت واستلمت الادارة حقتها، سودان وخليك سوداني، نقطة عربي انتهى. تاني زين ما في حاجة اسمها زين. شريحتك دي اي زول يعمل لنا فيديو انه بيكسرها حنكسرها عديل. 3 فيديوهات شركة زين دي، 3 انفار، مرة راجل ولا صغير بيت، ايوه واحد مسك شريحته بتاع الزين كسرها، نقطة عربي انتهى. ادوك رقمك سودان، انا داير حاجة ادوك رقمك سودان. شركة مساهمة وطنية بتاعت اتصالات، ما في حاجة اسمها قريبة تاني، مش قريبة، إذا عندها شراكة قريبة من برا ولا كنار من برا ما في حاجة تاني. اتصالاتنا وطنية، نقطة عربي انتهى. أسرارنا دلوقتي السيرفر بتاعيكم قاعد في الكويت، أنت بتهزر؟ سيرفر بتاعيكم قاعد في دبي؟ سيرفر بتاعيكم قاعد في أسرار الدولة كلها وسيرفرات تكون قاعدة في جنوب أفريقيا؟ لا لا ما في كلام زي ده تاني. فهي دي فرص بتجيلي إحنا الشعب السوداني نبين فيها وطنيتنا. اي فرصه احنا نخش فيها كسودانيين بنخش، اي فرقه تدونا لا بل طوالي. بس شركة زين دي دقست 3 هاشتاجات بس، خلي الشبكه ترجع في السودان وخلي ناس السودان الحلوين يسمعونا. حاضر بل يا صاحبي، ما في اسمها زين تاني، ولا حنتكلم ولا عقدهم ولا اخلوا به ولا لا لا، بس حنطور ونقوي شركه السوداني وحندمر حاجه اسمها زين. 3 ستات دي حندمر حاجه اسمها زين، تدمير
تركه ازاي تدعم الارهاب، نقطه عربي انتهى، نقطه عربي انتهى. بس انا ما في حاجه اسمها زين في السودان ولا داير كلام كتير. اخونا ده لما نحس انه لبس الحيطه طوالي عمل البوست ده شنو الاسعافي، قام يموه في الكلام. داير يمرك شركه زين من المسؤوليه، قال زين قال انما حدثت مشكله كبيره ومعقده، انت قبل شويه ما عملت فيها الموضوع عندك انت، وانه اخبار الاتصالات دي كلها في يدك انت، وانه الخبر ده انت حتجيب الخبر اليقين، هسه طلع انه في تلت ساعه في مشكله كبيره ومعقده. طب انت وقت كاتب الكلام ده مالك انت مستعجل؟ مصادرك وين؟ انت بكلامك ده ما ورطت شركه زين، انت ما فاهم. لكن شركه زين تشتغل في مناطق سيطره الدعم السريع بإذن من القوات المسلحة، لو اشتغلت بدون إذن من القوات المسلحة أخلت بالعقد حقها بالمناسبة. طوالي بتتبلى، ما عندها عقد احتكار في فترة بتاع السنوات. بنقول لهم بعدين أنت والله أخليته بالعقد ده، بنجيب شركة وطنية باللون وألقى سوداني ثاني شايل شركة زين. تلفونك ده بنبلع أكله. طوالي أحسن كده شيل زين في شركة في تلفون ريبيكا صغير. هتبلعه. ما في حاجه اسمها شركه الجواسيس دي والمخابرات دي تشتغل تاني في السودان. ما في. هسه شركه زين السوداني دي ترجع لحد الجمعه باذن الله، ترتب اوضاعها، تعمل اعلاناتها، تورينا الالياف والمحطه بتاعتها، الكيبلات البتاع، احنا نشتغل لها دعايه ليل ونهار. اي سوداني يشيل تليفون بتاع السوداني ويكون فيها بنكك وتفتح اتصال خارجي ويدوك رومينج وتسافر بيها، هذول حنعمل شغل عجيب، وتتباع في السفارات برا ونشحن لك بالبساط. اي زول في الكوكب ده يشيل تشريحه بتاع السوداني. حاضر؟ ويدوك 7 يوم مجان و8 يوم ولايف صرفه بالمجان. كده. حاضر؟ وتنزل فيه تطبيق بتاع 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 الابلاغ. حاضر؟ وتطبيق بتاع صفحات بتاع القوات المسلحه ده كله مجان، تحضر فيديوهات كله مجان، نربطك مع العمل الخاص ده كله يكون نازل في الشريحه دي مجان. والله العظيم نبي لك زين دي بلا لما انت امن. اذا كان في عوائق سياسيه تمنع الدوله في انها تتصدى للقناه الحدث والعربيه، فاحنا المقاومه الشعبيه واحنا المستنفرين واحنا الشعب السوداني حنتصدى للقنوات دي. اول حاجه المقاومه الشعبيه، ثاني ما في مراسل بتاع قناه حدث عربيه حن في السودان. ممنوع منطقة سيطرة القوات المسلحة، الزول تستلمه هو كاميرته. الحاجة دي لحد الجمعة العربية، أنا داير أوريكم كلام من هنا لحد الجمعة، ادوني من هنا لحد الجمعة.